الخليجي مجددا إلى الواجهة الإعلامية. وكالة الأنباء القطرية نفت نشر تصريحات منسوبة لأميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني، وقالت إن موقعها الإلكتروني تعرض لاختراق من قبل جهة مجهولة، وإن الوكالة تحتفظ بحقها في محاسبة من يقف وراء هذا الفعل. التصريحات المزعومة التي أثارت موجة عارمة من ردود الفعل في المنطقة جاءت